السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة الفيلم المميز بيكون مصروف عليه، يكون فيه ديكورات، استديوهات، مؤثرات، تصوير خارجي وتصوير داخلي، وفي عدد كبير من الممثلين معروفين، وإخراج مميز وسيناريو بكده. ممكن خلاص كده احنا عملنا العملية اللي الفيلم ينجح منها، والنقاد يشكروا فيه، والناس يعجبها الفيلم. احنا بقى بنتكلم على فيلم ما فيهوش اي حاجة من الحاجات دي خالص، كل ابطاله مغمورين، الفيلم كله اتصور تقريبا في غرفه واحده، الفيلم كله عباره عن محادثه مناقشه بين الممثلين، لكن الفيلم نجح نجاح مبهر جدا. الفكره بتدور حوالين ايه؟ ان في مدرس في الجامعه بيقول لاخوانا انا خلاص هستقيل من الجامعه وهشوف حياتي بقى وكده، هو لسه صغير وكده، فبيعملوا له حفله وداع، فبيقول لهم تعالوا نعمل مناقشه، نفترض افتراض. ايه هي؟ انتوا عمالين تسألوني ليه بتنقل من مكان لمكان، وليه انا ساب الجامعة رغم ان انا يعني ممكن اكمل فيها 20 30 سنة كمان. احنا كلنا هيئة تدريس في الجامعة، خلونا نفترض افتراض ان انا عمري 14 ألف سنة، ان انا بنتمي لعصور الكروم مجنون، او ان انا من العصور الحجرية او انسان الكهف. فبيتريقوا عليه وبيسخروا وبيحطوا بعض الافتراضات، فهو بيقعد يناقشهم في الموضوع دوت، هما بيحسوا بهول الصدمة، هو بيبدأ يناقشهم بيقول لهم ده انا ريت بوزة وفانجو. انا مش هحرق لكم الفيلم، الحاجات اللي هي القوية في الفيلم مش هقرب منها عشان الفيلم ما يتحرقش، لكن هو في لمحة خيال علمي لذيذة وجميلة، ومناقشة تخليك ما تزهقش منتظر تشوف نهاية الفيلم دوت. الفيلم حصل على درجة عالية جدا على الاي ام دي بي، وبرضو على المواقع النقدية. ميزانية الفيلم تقريبا 200 ألف دولار، اللي هي ايه؟ رواتب الممثلين والمخرج وعمال الإنارة والكاميرا، وجابوا وجبة من ماكدونالدز وخلاص على كده. والفيلم كويس يعني، تقدر تتفرج عليه مع العائلة، ما فيهوش أي مشاكل خالص، بس هيخليك تقعد تفكر هل فعلا ده ممكن ولا مش ممكن. مثلا في واحد بيسأله انت كنت موجود فين سنة 1292؟ انت كنت فين من سنة؟ محدش يقدر يحدد كان فين من سنة او كذا. طيب هو دلوقتي مادام هو راجل شبه خالد، تمام، هو برضو بيتكلم على النظرية ديت، ان لو في ذبابة بتعيش يوم قاعدة جنب مثلا سلحفاة اللي بتعيش 1000 سنة، هتعتقد ان ده خالد. بس هو بيقول ان هو لو اصيب بمرض ممكن يموت لو جاله حاجة. هي الفكرة ان الخلايا جسمه مش بتشيخ، مش بتعجز، فهي دي الفكرة اللي عنده. طبعا ده بيفسر هو ليه بيتنقل كتير، لانه لو قعد في مكان فترة طويلة الناس هتلاحظ ان هو ما بيش بيعجز، فده هيخلي في علامات استفهام كتير عليه، فهو كل فترة بيتنقل من مكان لمكان، وهو بقى بيبدأ يجاوب على الأسئلة ويتناقش معاهم. فيلم ممتع جدا رغم ان هو مش زي نوعية الافلام اللي متعودين عليها، ضرب وخناقة وكونغ فو كده، لا، هو فيلم هيخليك تفكر في حياتك بطريقة مختلفة بعد كده.